التطورات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا أثر بظلالها على أسعار الغذاء العالمي وخاصة الحنطة والشعير، لأنه أوكرانيا هي من البلدان الرئيسية التي تصدر أغلب بلدان العالم، وبالتالي هذا سينعكس على أسعار السلع الأساسية. هاي النقطة. النقطة الأخرى، عندنا لا زال الاقتصاد العراقي باعتماده على الاستيراد، وبالتالي تداعيات يعني سعر صرف الدولار وعدم الاعتماد على الانتاج المحلي، وطبعا هذا بالتأكيد هناك أسباب عديدة لهذا الاختلال. نعم. كل هذا سوف يؤدي، وأيضا يعني الضعف اللي يعني نلاحظ القطاعات الاقتصادية، لا يوجد هناك دعم يعني سواء كان القطاع الصناعي أو الزراعي من قبل يعني المؤسسات التي يعني ينبغي أن تدعم هذا القطاع. كل هذا يعني بشكل مباشر أو غير مباشر بالتأكيد سوف يؤدي إلى يعني اعتمادنا على الاستيراد، وهذا ينعكس بشكل كبير على أسعار السلع.